إخواني، هذا هو الكبريت الميكروني لمن لا يعرفه. وكما سبق وأخبرتكم بأنه يتم رش الكبريت في هذه المرحلة، نقوم بتهيئة مضخة الرش، البنزين والزيت ضروري. إخواني، هذا هو الكبريت الميكروني لمن لا يعرفه. ها هو مادة الكبريت الميكروني، طبعا هي مادة سامة وخطيرة، أنصحكم باستعمال القفازات. ها هي، سأقوم بخلطها في الماء حسب توصيات صيدلية الأدوية الزراعية والفلاحية. يعني إذا أنت تقوم برش حوالي 100 لتر، تطلب من البائع كمية من الكبريت الميكروني لخلطها في 100 لتر، وكل فلاح حسب كمية المياه التي يرشها. هذا هو الكبريت. نقوم بتهيئة محرك الرش. طبعا البنزين ضروري. قليل من الزيت. دائما قبل خلط الدواء نقوم بتجريب المحرك، يعني قبل أن تقوم بخلط كل الأدوية قم بتجريب المحرك إذا يعمل، إذا فيه مشكلة أو لا. وهذا قبل الخلط. طبعا وكالعادة أصدقائي، يجب الخلط الجيد للمواد التي نستعملها في الماء. هكذا تكون طريقة الخلط لمن يستعمل هذا الخزان. مثلا أنا سأخلط حوالي، سأقوم بخلط حوالي 100 لتر، أضع 70 لتر هنا، أقوم بخلطها مع مسحوق الكبريت، ثم أضيف باقي 30 لتر من الماء وأقوم بخلط الكل، يصبح متجانسا ويذوب كل مسحوق الكبريت في هذا الخزان.
طبعا أصدقائي لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. لمن يبحث عن معلومات أكثر حول الكبريت يمكنه زيارة ومشاهدة باقي فيديوهات القناة. تجدون الفيديو ما قبل هذا عن فترة رش الكبريت، وأيضا تجدون فيديوهات أخرى أشرح فيها فائدة هذا الكبريت الوقائي للأشجار المثمرة خاصة التفاحيات في وقت الإزهار أو في وقت الطربوش الأحمر، حيث يساعد على القضاء والوقاية على الكثير من الآفات التي تضر بالشجرة والثمار. يمكنك متابعة الفيديوهات لتعرف أكثر. هكذا سأقوم برش المسحوق برش الكبريتات، هكذا سأقوم برش الكبريت. طبعا تعلمون رمضان والعمل في رمضان، لذلك أنا أعمل ببطء لكي لا أنفق كل الطاقة لدي. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وكما سبق وأخبرتكم بأنه يتم رش الكبريت في هذه المرحلة، مرحلة الطربوش الأحمر، حين تشرف الأزهار على التفتح. في هذه الأثناء يتم رش الكبريت، هي أفضل لحظة وأفضل مرحلة. يعني يا أخي الفلاح، عندما تلاحظ في مزرعتك تكون أغلب الأزهار في أشجارك هي في هذه المرحلة، هنالك أزهار لم تتفتح بعد مثل هذا، مثل هنا كما تشاهدون، وهنالك أزهار أيضا تفتحت لكن الأغلبية هي حمراء أو ما يسمى بمرحلة الطربوش الأحمر، وهذه أفضل مرحلة يتم رش فيها الكبريت الميكروني. عدنا أصدقائي كما ترون، أنهينا المهمة بنجاح بعد عمل طويل في هذا رمضان. كان هذا كل شيء في فيديو اليوم، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، ونلتقي في فيديو آخر قادم حول موضوع آخر جديد ليستفيد الجميع. شكرا لكل من تابع الفيديو إلى هذه اللحظة ووصل إلى هذه الدقيقة. أتمنى لكم يوم سعيد وبالتوفيق في مختلف أعمالكم الفلاحية والزراعية. لا تنسوا دعم قناتنا بالاشتراك وضغط زر الإعجاب ومشاركة الفيديوهات مع أصدقائكم وأحبابكم، ومشاهدة الفيديو القادمة لما لا، يعني الفيديوهات السابقة والفيديوهات القادمة، لكي نحس بدعمكم ونواصل المشوار في تقديم كل المعلومات التي نملكها ونتعلمها ونشاركها معكم. إلى اللقاء أصدقائي الأعزاء.